شفت يا دكتوره، انا لما سالتك كل الكسور حيويه ولا لا ما كانش من فراغ، كان عندي بعد نظر. اعاده التشريح اثبتت ان كان في كسر غير حيوي في الفخذ الايسر للطفل. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان في احتمال كبير ان الطفل ده يكون اتضرب لحد ما مات وبعدين اتحدف، يعني في احتمال شبهه جنائيه، وغلطتك دي ممكن تتسبب في ضياع حق الولد والتستر على الجريمه. ايوه يا ريس، بس انا مفيش ريس، واضح ان انا غلطت ان انا نزلتك تشرحي لوحدك. انا هكون رحيم معاكي عشان دي اول غلطه، وارجو انها تكون الاخيره. انت هتنزلي تدريب تاني. اوامرك يا ريس. مع الدكتور انور. ايه؟ ايه مالك؟ لا يعني بس انا بقول يعني لو من الافضل انزل مع الدكتوره فاطمه. هو انت هتنقي هتنزلي مع الدكتور انور؟ يعني هتنزلي مع انور؟ دكتوره فاطمه مش فاضيه، منصبها الجديد له مسؤوليات كتير. اتفضل. اوامرك يا ريس. احنا كده خلصنا كلامنا، تقدري تفضلي. بعد اذنك. اتفضل. دكتور انور خليك معايا والنبي. خير يا ريس. دكتوره نشوى هتنزل معاك تدريب. فعلا؟ ونزلها معايا انا تدريب. يا بختك يا دكتور. طب وهي كانت دور التدريب ايه بالظبط يا دكتور؟ تلاقيها عكت في تقرير ولا حاجه. اصل التدريب مع فاطمه كان زي قلته، ما جابش نتيجه، فقال لك ينزلها معايا احسن عشان الحق انقذ ما يمكن انقاذه. فين الطرش يا حبيبي؟ في القطرميز يا دكتور. انا هسيب الشغل اللي ده خالص. ليه كده يا نشوى؟ ما هو مش نافع، الموضوع محتاج تركيز. وعلى يدك اهو، الغلطه بتعمل كوارث. ايوه الغلطه دي عشان الظروف اللي فيها بتعمل تعبي مش حاجه خالص. لان الدكتوره فاطمه كانت بتشكر فيك. الموضوع مش هيرجع زي زمان. انا تعبانه وهفضل تعبانه، ويمكن حالتي تبقى اسوء. انا هقول لك على حاجه. انا هرجع طنطا. طنطا؟ هترجع طنطا مره واحده؟ ما هو على يدك اهو، كل ما بتقدم خطوه برجع اتنين. بعد ما كنت بشتغل لوحدي لا هنزل تدريب، لا وتحت ايد مين؟ الدكتور قمر. انور؟ اه يعني موت وخراب ضياع. التعامل مع انور مش سهل، بس يعني هتكفر سيئاتك ومش هتعلمي منه حاجه. بصراحه مش زي الدكتوره فاطمه خالص. فعلا هي الدكتوره فاطمه ملهاش زي، صح؟ في الشغل طبعا لا يعلى عليها، يعني ما يختلفش عليها اتنين. ما يختلفش عليها اتنين. صح. اما انا بقى هسيب الشغل ميداني ده خالص، وهروح اقعد جنب امي في طنطا، عشان لو حصل لي اي حاجه هيبقى اسمي جنبها خلاص. وبعدين بقى رجعنا الافكار السوداء دي تاني، مش انه بقينا كويسين؟ هو الافكار السوداء دي ما بتروحش خالص من دماغي خالص. مساء الخير. مساء الخير، أي خدمة؟ أنا بدور على الدكتورة سلمى. في الحقيقة هي مش موجودة دلوقتي، لسه ماشية من شوية. أه جايز بقى راحت الدورة التدريبية، شكرا. أنهي دورة؟ الدورة التدريبية مش عارف اسمها بصراحة. ده مفيش دورات اليومين دول. شكرا. اتفضل. فين يا سلمى؟ كنت فين يا سلمى؟ كنت في الشغل. أنهي شغل؟ أنا عديت عليكي في المصلحة ما لقيتكيش. آه، لا ما أنا ما كنتش في المصلحة، أنا كنت بره، كنت في الدورة التدريبية. برضه يا سلمى؟ برضه إيه؟ برضه مصرة تكدبي؟ أنا رحت لك المصلحة عشان أصالحك، ولما ما لقيتكيش سالت اذا كنت في الدوره التدريبيه ولا لا، قالوا لي ما فيش دورات دلوقتي ولا حاجه. ليه مصره تكدبي عليا؟ ممكن افهم بقى كنت فين ومن غير كده؟ كنت في المحاضره. محاضره ايه؟ محاضره الماجستير. الماجستير برضه عملت اللي في دماغك يا وليد. انا ما عملتش حاجه غلط، انا بكمل دراستي، انت اللي مش راضي. وهو انا يعني مش راضي ليه؟ عندي فيكي انا خايف عليكي وعلى البيبي. وانا بقى مش خايفه عليه؟ واضح انك لا خايفه لا عليه ولا علينا. انت ما بتفكريش غير في نفسك، كل اللي يهمك انك تعملي اللي في دماغك وبس.
لكن توصلي له ازاي او تكدبي عليا مش مهم. انا عمري ما كدبت عليك يا وليد. امال ده اسمه ايه؟ انت طول الوقت بتكدبي عليا، تجيبي الاكل من بره وتقولي انك انت اللي طبخاه، عندي كريدت كارد باسمك وبتدفعي الاقساط من ورا ظهري، ودلوقتي كمان بتعملي الماجستير من ورايا. ليه كده؟ انا عمري ما كدبت عليك من يوم ما عرفتك ولا صريح معاكي. ليه كده يا سلمى؟ انت عارف يا وليد انا ما كانش قصدي ازعل ولا كان قصدي اكتب عليك، انا كل الموضوع ان انا عايزه اكمل دراستي، وانت عارف الموضوع ده مهم بالنسبه لي قد ايه. وانت كمان عارفه انت كنت مهمه بالنسبه لي قد ايه، عشان كده كنت خايف عليك وعايزه اريحك عشان الحمل. بس خلاص من دلوقتي انت حره، اعملي اللي انت عايزاه، انا ماليش دعوه بيكي. استنى بس اوعي يا سلمى، انا خلاص ما بقتش قادر استحمل الكذب ده كله كده، مش هينفع. احنا فرغنا تقرير شركة المحمول عن خط لبنى مسعود، ودي لستة بأسماء أصحاب الأرقام اللي لقيناها في اتصالاتها، ودي بقى الأشخاص اللي كلموها بشكل متكرر في الأسبوع اللي قبل الحادثة على طول. عادل إسماعيل البنهاوي، فتحي عباس طه، نعمة السيد عبد الله، كمال عبد الفتاح الحلو، حسن سيف الدين شوكت، معتز عادل إسماعيل. طيب احنا هنستدعيهم، جايز يوصلونا الحاجة، وجايز يكون في حد فيهم على علم بخط سيرها يوم الحادثة. بالظبط. طب والموبايل بقى حصل فيه ايه؟